نعت جهات سياسية وإعلامية وعسكرية وشرعية زميل الشهيد زاهر شرقاط، والذي وري الثرى اليوم في مدينة غازي عنتاب التركية. كما توجهت الجهات بالتعزية لقناة حلب اليوم لفقدها الزميل زاهر شرقاط، مؤكدة على وقوفها في هذا الوقت العصيب إلى جانب القناة وكوادرها. ومعنا أعزائي المشاهدين عبر الهاتف الدكتور أحمد سعيد حواء، عضو المجلس الإسلامي السوري. بداية دكتور أحمد، ما تعليقك على استشهاد الزميل زاهر الشرقاط، وكيف تقرأ ارتكاب تنظيم الدولة لهذه الجريمة؟ جزاكم الله خيرا أخي الكريم على الاتصال، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والقبول لأخينا الشيخ زاهر الشرقاط. ونقول إن توجه أصابع الغدر والخفافيش الظلام لاغتيال أصحاب الأقلام الحرة والأصوات الحرة هو دليل على خطورة الكلمة الحرة والصادقة على هؤلاء، وأن الجندي في ميدان فكر وميدان إعلام لا يقل خطورة عن الجندي في الميدان وفي ساحة النزال. وربما أدرك هؤلاء أن فكرهم لا يستقيم ولم يطول أمده، وأن أخطر ما يواجهون هو الفكر الصحيح وتوعية الناس بخطورة فكرهم ومنهجهم، فلجأوا لاغتيال الأخ والشيخ زاهر ظنا منهم أنهم بذلك يعني يطيلون أمد بقائهم أو تمددهم على حساب الفكر الصحيح والبعث الصحيح والثورة المباركة، لكن خاب بالله سعيهم، فإن استشهاد أخينا الشيخ زاهر سيجدد العهد ويبعث العزيمة والأمل من جديد في نفوس إخوانه وأحفاده ومحبيه وكل العاملين والناشطين في المجال الفكري والإعلامي، وكلنا نجدد عهد إن شاء الله. دكتور أحمد، تنظيم الدولة الذي يدعي تطبيق الأحكام الشرعية كما يقولون اختال زاهر شرقاط وهو من أهل العلم، كيف يمكننا ربط بين هذين الأمرين؟ وهذا كما قلت أخي الكريم، هذا التنظيم قام على فكر خارجي منحرف، وأخطر وأخشى ما يخشى هؤلاء أن يقوم العلماء أو أهل العلم ببيان خطورة منهجهم وانحراف منهجهم. هذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم الثقات العدول، جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم هو شهادة وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونقول إن هذه الأمراض قد اجتمعت كلها وللأسف في مثل تنظيم الدولة، نسأل الله لهم الهداية ونتمنى لهم الهداية من كل قلبنا. ونقول أيضا ونشهد ولا نزكي على الله أن أخانا الشيخ زاهر رحمه الله وتقبله
نقول لعل أخانا الشيخ زاهر من هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة قام بهذا الواجب، يدافع عن الدين الصحيح والفكر الصحيح والعلم الصحيح، يقف أمام التحريف، يقف أمام الانتحال، يقف أمام هؤلاء المبطلين. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد سعيد حوا، عضو المجلس الإسلامي السوري، على هذه المداخلة. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.